وأضاف وزير التنمية المحلية أن رئيس الوزراء تابع بالأمس من داخل غرفة العمليات كل المحافظات ذات المخاطر العالية للتأكد من استعدادها الكامل للتعامل مع تقلبات الطقس. السيد رئيس مجلس الوزراء كان بيتابع بنفسه من غرفة عمليات مركز المعلومات اللي هي مسيطرة على كل المحافظات بالفيديو كونفرنس صوت وصورة، يعني كان تابع كل السادة المحافظين اللي في المناطق اللي ممكن منتظر انها تتعرض، تأكد بنفسه صباحا ومرة تانية مساء من ان كل المحافظات على أهبة الاستعداد. تأكدنا من ان في تعاون كامل بين المحافظات، لو حصل لا قدر الله شيء يستدعي المناورة بين المعدات بين محافظة وأخرى، تأكدنا أن المحافظات مستغلية كل إمكانياتها الذاتية وأيضا المعدات الأخرى اللي موجودة سواء في شركات عاملة في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، وأن أخذنا أرقام وأعداد وتمركزات لكل هذه المعدات. تأكدنا من أن اللي حصل في الأسبوع اللي فات المخرات السيول ومجاري السيول تم تنظيفها واستعدادها لأن هي تقدر